أهلا بك في تدريب المعلمين مع الأطفال المعاقين، حيث أن كل ولد مميز ولكل منهم أسلوب التعلم الخاص به، عاداته السلوكية وشخصيته. يمتلك الأطفال المعاقين مجموعة من التحديات الفريدة لكل طفل. يتعلم الأطفال ذوي الإعاقة الجسدية والإعاقات العقلية الخفيفة بشكل جيد بمساعدة منهجنا القياسي، ويمكنهم الاستفادة من وجود مساعد لهم في الصف. يتطلب الأطفال ذوي الإعاقة العقلية الشديدة محيطاً ملائماً، حيث تكون عمليات الانتقال مقصودة، وحيث يتم تعليم العديد من القصص في درسين بدلاً من درس واحد. ويفضل أهل هؤلاء الأطفال أن يكون أولادهم في صف خاص ملائم للأطفال ذوي الإعاقة العقلية. ينبغي أن تعرف أن بعض الأطفال في هذا الصف سيحتاجون للإشراف الشخصي، ولهذا ستحتاج مساعدين حسب عدد الأطفال الحاضرين. قم بتحميل دليل المعلم للأطفال المعاقين حتى تتمكن من اتباعه، ولديك الحرية في استخدام أي من العناصر وتجعلهم ملائمين. يفضل أن تحتفظ بمفكرة عن كل ولد لتتابع الطريقة التي يتجاوب بها الطفل مع أنواع النشاطات المختلفة. إن اكتشاف أفضل طريقة يتعلم من خلالها الطفل سيستغرق وقتاً وجهداً. تحلى بالصبر، وستظهر لك الملاحظات مع مرور الوقت وما هو الأفضل. يجب أن تتضمن مفكرتك أيضاً ملاحظات عن الأشياء والنشاطات التي تساعد في تهدئة الطفل. في الجزء الأمامي من المفكرة اكتب قائمة بمعلومات الأهل عن الحاجات الخاصة لكل طفل، بما في ذلك ملاحظات عن صحتهم، قيودهم الجسدية، قيود النظام الغذائي، الحساسية، كيفية استخدام الحمام، وما يثير سلوكيات معينة لديهم والطريقة الأفضل للتجاوب معها. أضف كل المعلومات التي يعطيها الأهل عن طفلهم، ويمكنك جمع هذه المعلومات في اجتماع منفصل مع الأهل. تذكر أنه عليك أن تأخذ إشارات من الطفل والأهل عندما يحضرونه عن حالته في ذلك اليوم. سيساعدك هذا لتعرف كيف تتعامل مع الطفل في ذلك اليوم. إن فترة الترحيب مهمة جداً للأطفال ذوي الإعاقة العقلية. دع كل طفل يتعود على الغرفة، ثم راجع خطة اليوم مستخدماً جدول الصور. وهذا جدول مرئي لليوم يساعد الأطفال في الانتقال من نشاط إلى آخر بسهولة. يواجه العديد من هؤلاء الأطفال صعوبة في الانتقال من نشاط إلى آخر، وتساعدهم رؤية الجدول في معرفة ما سيحدث بعد ذلك، وتعطيهم شعوراً بالسيطرة وتعدهم لكل فترة انتقال. لهذا تأكد بأن تتبع الجدول الذي اخترته لذلك اليوم. ضع صور الجدول بالترتيب على اللوح، أشر إلى كل من بطاقات الصور الجدول بالترتيب، وراجع جدول اليوم معهم. الآن دعهم يفتحوا صندوق الكنز، الذي يمكن أن يكون أي صندوق صغير مزين، وعندما يفتحوا الصندوق سيجدوا لاصقة أو وشما يدويا. ولا تقدم هذه الهدية القصة فحسب، بل تلفت نظرهم مباشرة، وهي طريقة إلهاء جيدة لطفل قد يكون مرتبكا أو مترددا في البداية. ثم علمهم الآية الهامسة، وسيتم تكرار الآية الهامسة خلال الدرس كله، وستكون في أحيان كثيرة الإجابة على سؤال ستسألهم عنه لاحقا. ستعطيهم معرفة الآية الثقة، وستساعدهم في تذكر الهدف أو القصة. يمكنك استخدام لغة الإشارة في الدليل، أو تصنع حركاتك الخاصة بك. وحالما يعرف الطفل الآية الهامسة، يمكنه أن ينضم للآخرين في فترة اللعب الحر، إلى أن يصل كل الأطفال. ستحتاج للقيام باختبار لتعرف ما هي الألعاب أو النشاطات الأفضل لكل طفل. بعد أن يحصل الجميع على الوشم ويتعلموا الآية، حان وقت ترتيب الألعاب المستخدمة في فترة اللعب الحر. إن أغنية الترتيب أو أي واحدة تشبهها طريقة رائعة لمساعدة الأطفال في الانتقال والتعاون في وضع الألعاب في مكانها بينما يستعدوا للجزء القادم. يفضل بعض المعلمين أن لا يستخدموا الألعاب، لأن ترتيبها قد يكون صعبا، ولهذا يجب أن تجرب لتعرف ما هي الطريقة الأفضل مع الأطفال. استخدم جدول الصور للانتقال إلى فترة العبادة. دع أحد الأطفال يضع بطاقة الترحيب في مغلف الانتهاء، ووضح أن وقت الترحيب انتهى وحان وقت العبادة. خلال فترة العبادة بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة العقلية الشديدة، ستحتاج أن تكون قابلاً للتكيف،
ينضم الأطفال ذوي الإعاقة العقلية مع الأطفال الآخرين الذين من نفس السن ليعبدوا الله معا. في أحيان كثيرة قد يكون هذا غير ممكن، لأن الطفل يفضل أن يكون في محيط أكثر هدوءا، أقل حماسة وبعناية شخصية بكل الأحوال. تأكد أن يحصل الطفل على الفرصة ليعبد الله، أن يقدم تقدمة، يرنم آية الحفظ الكتابية وترنيم أخرى تتصل بالهدف. كن مبدعا في مساعدة الأطفال الذين لديهم صعوبة في الكلام للمشاركة في الأدوات الموسيقية، التصفيق، الرقص. تذكر أن بعض الأطفال قد يكونوا حساسين للأصوات ويحتاجون للسماعات المخففة للصوت. إذا كان الطفل يعبد مع كل الأطفال، سيتمكن من مشاهدة رسوم توضيحية. سيشاهد الأطفال الصغار الدمى المتحركة، الحمار دلبرت وليلو الخروف، بينما يشاهد الأطفال الكبار الممثلين في مغامرة مختلفة. تقدم هذه الشخصيات القصة الكتابية وتطبقها على أوضاعهم. وخلال فترة العبادة، سواء في مجموعة كبيرة أو صغيرة، مهم جدا أن يراك الأطفال تعبد الله. يجب أن يروك مندمجا في الترنيم، حركة الأيدي، الصلاة، في كل جوانب العبادة سيتبعوك ويقلدوك. بينما تبدأ فترة الكلمة مع الأطفال ذوي الإعاقة العقلية، استخدم جدول الصور لتنتقل إلى وقت قراءة الإنجيل. دع أحد الأطفال يضع بطاقة العبادة في مغلف الانتهاء، ووضح أن فترة العبادة انتهت وحان وقت القصة الكتابية. حان الوقت لتحضر إنجيلك، اعتبره ككنز خاص. يمكنك أن تكافئ أحد الأطفال لسلوكهم الحسن بأن تسألهم أن يحضروا الإنجيل لك، وتأكد أن يكون بحوزتك شيء مجسم. قد يكون صورة من إنجيل الأطفال، صفحة للتلوين، أشغال يدوية، أو أي شيء مذكور في القصة. يمكنك أن تقرأ قسم شاهد قصيدة الكلمة، وإذا كنت تفضل أن تستخدم كلماتك الخاصة، تأكد بأن تشمل كل نقطة في القصيدة. يكون بعض الأطفال قادرين على التركيز أكثر إذا كانوا قادرين على التحرك، فيمكنك أن تجعلهم يصنعوا شكلا بسيطا من العجين أو الصلصال يرتبط بالقصة بينما تسردها. وإذا كان لديك لوحة القماش اللاصق وشخصيات من القصة الكتابية، قد يستمتع الأطفال بوضع الشخصيات في مكانها بينما تعيد سرد القصة. بعد أن يسمعوا القصة منك، هناك سؤال أو سؤالين إحداهما تتم إجابته بتكرار الآية الهامسة، ويمكن إيجاد الجواب الآخر في الإنجيل، حيث نود أن يعرف الأطفال بأن الإنجيل هو المكان الذي نلجأ إليه لنجد الأجوبة. تكون الأسئلة بسيطة، وسيشعر الأطفال بالثقة في فهمهم للقصة. عندما تبدأ فترة الطريق مع الأطفال ذوي الإعاقة العقلية، استخدم جدول الصور للانتقال إلى فترة وقت الأشغال اليدوية. اسأل أحد الأطفال أن يضع بطاقة الإنجيل في مغلف الانتهاء، ووضح أن وقت الإنجيل انتهى وحان وقت الأشغال اليدوية. قد يحتاج بعض الأطفال للمساعدة المباشرة. في هذه الحالة، تضع يدك فوق يد الطفل لترشدهم في التلوين أو اللصق. وتذكر أن الأهل يفضلون أن يروا الأشغال اليدوية التي صنعها طفلهم مهما كانت بسيطة، بدلاً من التي ستصنعها أنت. يمكنك أن تجعل الأشغال اليدوية ملائمة لكل طفل، وتجعلها أكثر صعوبة بالنسبة لبعض الأطفال بإضافة تفاصيل أكثر وتبسيطها للآخرين. اسأل أسئلة المناقشة، أو أعد تكرار القصة لتثبتها في أذهانهم بينما يعملون على أشغالهم اليدوية. عندما تنتهي الأشغال اليدوية، اسأل أحد الأطفال أن يضع بطاقة الأشغال اليدوية في مغلف الانتهاء، ووضح أن فترة الأشغال اليدوية انتهت وأنه حان وقت الصلاة. وعندما تصلي، ضع يدك على كتف كل طفل عندما تقول اسمه في الصلاة. أما بالنسبة للأطفال الأكبر سناً، فقد ترغب في إضافة الصلاة الربانية. قد يكون مساعداً أن تصنع كتاباً من الصور للكلمات يحتوي على صورة لكل عبارة من الصلاة الربانية ليراها الأطفال بينما تصلي الصلاة الربانية بصوت عالي. بعد الصلاة، اسأل أحد الأطفال أن يضع بطاقة الصلاة في مغلف الانتهاء، ووضح أن وقت الصلاة انتهى وأنه حان وقت الوجبة الخفيفة. قبل بداية الصف، احصل على المعلومات من الأهل عن وجود أي قيود في نظامهم الغذائي. وحسب الأطفال في عنايتك وطبيعة إعاقتهم، قد تقرر أنه من الأفضل أن تلغي الوجبة الخفيفة. وفي حال أعطيتهم الوجبة،
اسأل أسئلة المناقشة بينما يأكلون. وبعد الانتهاء من الوجبة الخفيفة، ضع البطاقة في مغلف الانتهاء ووضح أنه حان وقت الألعاب. بالنسبة للألعاب، قد يكون لديك عدة اختيارات من الألعاب البسيطة والمعروفة التي تبقى على حالها خلال الوحدة. تشدد الألعاب على القصص أو آية الحفظ الكتابية للوحدة، قد يكون من الأفضل أن تحتفظ بكل لوازم الألعاب في علبة في مكان واحد. ثم في وقت الألعاب، افتح العلبة واختر اللعبة التي تفضلها. تابع في لعب العديد من الألعاب إلى أن يتبقى لديك 5 دقائق. عندها ضع الألعاب في مكانها وأطلب من أحد الأطفال أن يضع بطاقة الألعاب في مغلف الانتهاء ووضح أن وقت الألعاب قد انتهى وحان وقت التلوين. يتم وقت التلوين خلال 5 دقائق الأخيرة، وأثناء تلوين القصة الكتابية ذكرهم أن يستخدموا الصورة والأشغال اليدوية في شرح القصة لأهلهم. اجمع الأشغال اليدوية والدراسة الكتابية البيتية والتي تكون متلائمة مع الطريق اليومي. يمكنك أن تضع هذه الأشياء مع أي أوراق قاموا بتلوينها في كيس ورقي واحد وأكتب اسم الطفل عليه. تحتوي هذه النسخة من الطريق اليومي على فقرة القصة الكتابية، صلاة ونشاط يتمتع به الطفل مع أهله. وبهذا تصل القصة الكتابية والهدف إلى البيت، ونحن متحمسون جدا لأجل ذلك. إنها أداة لتساعد الأهل في قيادة وإرشاد النمو الروحي لأطفالهم، وحالما تنتهي فترة التلوين أو بينما يصل الأهل، أطلب من أحد الأطفال أن يضع بطاقة التلوين في مغلف الانتهاء ووضح أنه حان وقت الذهاب إلى البيت. بعد أن يذهب كل الأطفال إلى البيت، سجل ملاحظات في مذكرة المعلم عن أي شيء جديد تعلمته عن كل طفل في ذلك اليوم، واحتفل بالانتصارات الكبيرة والصغيرة. ورجاؤنا أن يذهب كل طفل إلى البيت وهو لا يعرف المزيد عن الله وما فعله فحسب، بل يختبر محبة الله وإحسانه خلال كل هذا الوقت.